السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في النشأة الرياضية تغلب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على نظيره اللبناني بهدفين نظيفين في اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين يوم أمس على استاد البحرين الوطني ضمن استعدادات المنتخبين لخوض مباراتي الجولتين الأخيرتين لتصفية الأسيوية للمونديال روسيا 2018 وكأس آسيا في الإمارات 2019 يومي الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من مارس المقبل